وهذا من أهم أمور التربية. لما يكبر الأولاد شوية لابد وأن نعمل لهم عملية توعية بأحكام البلوغ، ودي أمور لا تخجل منها سواء كنت أب مع الذكور أو حتى لو عندك مساحة تتكلم مع البنت في هذه في هذا الميدان. لو الأم جاهلة بهذه الأمور أو ليست عندها الخبرة الكافية للتحدث معهم، فاستفين حيتعلموا. المدرسة أنت عارفين، ما احنا عارفين لن تعلم شيء، وهذه أحكام بتترتب عليها فرائض، يعني بتترتب عليها أحكام في الطهارة، بتترتب عليها أحكام في الصلاة، صح ولا لا؟ وبتترتب عليها أحكام في مس المصحف ومسك المصحف وقراءة القرآن إلى آخر هذه الأمور. فعملية توعية الأولاد بأحكام البلوغ، وربما إحنا إن شاء الله بإذن الله، وممكن دورنا برضو إن إحنا نقوم بعمل دورة للشباب، دورة للشباب، وربما حتى البنات في هذا في 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 في, في هذه اللي في هذه الناحية إن شاء الله نعمل عليها في مثلا في وقت قريب ولا شيء. لكن مبدئيا نعلم أولادنا أحكام البلوغ وما يترتب عليها، لأنه أصبح مكلف أمام الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا ربما بعض الاباء بيخلط في موضوع التربيه بين الشريعه الاسلاميه وبين القانون الايطالي، يقول لك طالما ان هو اقل من 18 سنه فليس عليه حرج. ليه؟ ما من كثره المعايشه والاحتكاك هنا فربط الشريعه بالايه؟ بالقانون. لا، لابد ان عمليه 18 سنه دي عمليه قانونيه، انما الشريعه مش معترفه بموضوع ال 18، الشريعه تعترف بايه؟ بالبلوغ. اصبح بالغ، اصبح مكلف، اسمه مكلف في الشريعه الايه؟ الاسلاميه، فاصبح مكلف باحكام الشريعه الاسلاميه. من الممكن ان تكلف البنت باحكام الشريعه ويكون وصلت لسن البلوغ في سن التاسعه، في سن العاشره، ربما اقل ربما اكثر، على حسب الهرمونات وعلى حسب الجسم وهذه الاشياء، على حسب الاسره برضو. او ربما الولد يبلغ عند 11 12 سنه. طب لو انت سبته لغايه 18، طب من 12 لغايه 18 ست سنوات، من الذي سيحاسب عليه؟ في صلاه وفي صيام وفي غسل وفي طهاره وفي احتلام وفي كذا وفي كذا، والبنت عندها دوره وعندها حيض وعندها كذا وعندها كذا. يعني ديت دي، ولذلك الفقهاء لما تفتح اي كتاب في الفقه، على اي كتاب في المذاهب الاربعه سواء في الفقه الحنفي او الشافعي او الحنبلي او الفقه المالكي، تجد اول شيء في كتب الفقه كتاب الطهاره. ليه كتاب الطهارة؟ لأن كل ما يأتي بعد بيترتب على الطهارة. وانت ينفع معروف ان الصلاة اول شرط من شروط صحتها ليه؟ الطهارة. فانت ازاي هتدخل الصلاة وانت عندك اصلا جهل في احكام الايه؟ الطهارة. وهكذا. فموضوع الطهارة واحكام البلوغ دي لابد وان نتنبه لها. ولا تستحي الام ان تتحدث مع ابنتها عن العادة الشهرية وما يترتب عليها وكيفية الاغتسال. وكذلك الأب لا يحرج أن يتحدث مع أبنائه عن أحكام البلوغ والاحتلام. احتلام، أنت ممكن الابن يحتلم، يعني يقذف المني وهو نائم، فما يعرفش، وربما يقوم يذهب إلى المدرسة ويجي يصلي ولا ما هو مش عارف أن ينبغي عليه الاغتسال. فأمثال هذه الأمور لابد وأن ننبه عليها للأولاد. فهذه أحكام كما قلت بيترتب عليها فرائض مثل قراءة القرآن الكريم والصلاة. دي فرائض بتنبني على الطهارة كما قلت.